حركة فتح لها قوائم في الانتخابات المحلية، وتعتبر حركة فتح بقوائمها في الانتخابات المحلية تعتبر المنافس الأساسي، يعني هذا مش غريب على الصحفيين، وقوائمها هي القوائم الرئيسية. يعني أعتقد بدون هذه القوائم ممكن أي جهة أخرى تتنافس مع نفسها، يعني مثلا أنه لو بقيت الأمور على أنه القوائم الموجودة فقط قوائم حركة حماس، فهذا يعني أنه حماس قررت أن تتنافس مع نفسها في ظل استبعاد قوائم حركة فتح. أنه يعني صدر ضده حكم بجنحة إصدار شيك بدون رصيد، وبالتالي اعتبر أنه هذا من الأسباب الموجبة يعني سقوط العضو، سقوط ترشحه، وبالتالي سقطت القائمة. أولاً بحب أقول شغلة، أنه هذه الدراسة هي دراسة قانونية بعيدة عن الأهواء، بعيدة عن الحزبية، واعتمدنا فيها مراجع، واعتمدنا فيها سوابق قضائية، واعتمدنا فيها المنطق القانوني السليم. أولاً هل السؤال الأهم، هل القانون الفلسطيني حدد الجرائم المخلة بالشرف؟ لأنه قانون الانتخابات بيقول لك أنه يشترط في المرشح أن يكون ألا يكون قد حكم عليه بجنحة مخلة بالشرف. إذن هو اشترط في الجنحة مش أي جنحة. إحنا سنلجأ إلى محكمة العدل العليا بصفتها محكمة من لا محكمة له، وإحنا قبل ذلك حتى تسير العملية، عملية الانتخابات بيسر وسهولة ونسهل على الناس، طالبنا حركة حماس بأنه إحنا وهم نسحب كافة الطعون المقدمة في القوائم حتى تسير عملية الانتخابات بسلاسة، وأن يتم التسهيل أمام لجنة الانتخابات المركزية لإجراء هذه الانتخابات المحلية. ولكن للأسف الشديد حماس رفضت واختارت طريق الطعون. إحنا نأمل أن لا تكون هذه الطعون الغرض الأساسي منها إفشال عملية الانتخابات. يعني الحركة قررت أن تذهب إلى محكمة العدل العليا بسبب الظروف الخاصة والاستثنائية، وهي ظروف الانقسام التي يعيشها شعبنا في غزة. لجنة الانتخابات اعتمدت على تفسيرات للقانون ولم تعتمد على نصوص قانونية محددة، وهذه التفسيرات بوجهة نظر أغلب القانونيين وأغلب مراكز حقوق الإنسان ومنها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اعتبر أنه تفسير اللجنة المركزية للانتخابات للقانون خطأ، لأنه لا يمكن أنك أنت تستبعد قائمة كاملة لأنه في شخص عليه شيك مرجع، أو على لأنه عداد الكهرباء تبعه متوقف، أو قضايا بسيطة ولا تستدعي إسقاط قائمة بكاملها، لأنه إسقاط القائمة هو ضرر أكبر، لأنه يحرم المواطنين من حقهم في الانتخاب ويحرم باقي المرشحين من حقهم في الترشح. نحن جاهزون ومستمرون ونعمل كل ما من شأنه أن ينجح هذه الانتخابات، وحركة فتح على قلب رجل واحد، وعلى كل أبنائنا وشبابنا الذين توحدوا فعلا خلف قيادتهم وخلف قوائمهم أن يستمروا حتى تتمكن حركة فتح إن شاء الله من تحقيق أفضل النتائج في هذه الانتخابات.